سبحانه وتعالى بيسألنا إذا ما أزلنا هذه الشبهات عن قلوب المسلمين. ودائما صفة وشأن أهل البدع والضلال وعباد القبور أنهم يتبعون ما تشابه ويتبعون الشبهات، كما قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الآية. السؤال الأول قال: هل العمل الصالح مخلوق وهل يجوز التوسل به؟ ودي شبهة فكا عمك المشغوم فك شبهة دي الأسبوع الفات ودندن حوله وما عنده غيره كثير، يعني قال الوهابية يقول لك تتوسل بعملك الصالح. قال العمل الصالح ده ما مخلوق، كيف تتوسل بالمخلوق يا وهابي؟ صحيح، الجواب صحيح، العمل الصالح مخلوق، عملك انت الصالح مخلوق. ربنا قال: والله خلقكم وما تعملون. وربنا سبحانه وتعالى قال: الله خالق كل شيء. لكن ربنا عز وجل هو الذي يأمر وينهى ولا غيره؟ هو ولا غيره؟ هو معه واحد ولا براه؟ براه. ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. ربنا اللي بيأمر. طيب ربنا عز وجل خلق العمل، خلق العمل الصالح خلاص، وقال اتوسل بعملك الصالح، أمرنا نتوسل به، واحد. وربنا عز وجل حرم تتوسل بغير العمل الصالح من المخلوقات. في زول بيقول ليه؟ في زول بيقدر يقول ليه؟ ما في بشر يقدر يقول ليه؟ عرفت كلامي؟ ربنا عز وجل خلق العمل الصالح وقال توسلوا به، وقال ما يجوز تتوسل بمخلوق تاني، لا رجل صالح لا طالح، انتهى. والدليل على جواز التوسل بالعمل الصالح: ربنا إننا آمنا فاكتبنا معه، آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، دي كل أعمال صالحة يجوز تتوسل بها وتدعو بها، لأنه في نهاية الآية قال فاكتبنا مع الشاهدين، فتوسلوا بها ودعوا ربنا بها، توسلوا بعملهم الصالح جائز. أما التوسل بالعمل الصالح بالرجل الصالح ما يجوز. ليه؟ لأنه أول حاجة بدعة، لأنه ما عندك دليل عليها أبدا أبدا، لن تجد دليلا واحدا إنك تتوسل بك برجل صالح، ما في دليل صحيح، ما في أبدا. ده واحد. نمرة اثنين بعد ما انتهينا من الموضوع، موضوع التوسل ذاته. عمك الدجال المرة الفاتت قال عندنا حديث قال: يا عباد الله احبسوا، إذا أضل أحدكم راحلته بأرض فلات فليقل يا عباد الله احبسوا، والرواية الثانية فليقل يا عباد الله أعينوني، وفي رواية أغيثوني. التليات روايات ضعيفة. فالرواية الأولى: إذا أضل أحدكم راحلته بأرض فلات فليقل يا عباد الله احبسوا، في إسنادها معروف ابن حسان السمرقندي، قال ابن عدي صاحب الكامل: منكر الحديث، انتهى. الرواية الثانية: إذا أضل أحدكم راحلته بأرض فلات فليقل يا عباد الله أعينوني أو أغيثوني، في إسناديهما عبد الرحمن ابن عبد الله ابن شريك النخعي الكوفي القاضي، قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب في الصفحة 266، قال: صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء، انتهى. عرفت كلامي؟ ده موضوع منتهي. وقال أبو حاتم عنه، قال عنه: صدوق يخطئ، وده يسقط به والحديث بتاعه، انتهى. بعدين يا أخي شنو يا عباد الله أغيثوني فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو أعينوني في الاستعانة وفي الإعانة التي لا يقدر عليها إلا الله؟ ما يجوز، لا يجوز، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الفاتحة، أول سورة في القرآن، خلي من اللولو بتاعت بصلعة قرآن، أول سورة سورة الفاتحة، ربنا قال: إياك نعبد وإياك شنو؟
نستعين بالله براو، وهذا فيما لا يقدر عليه إلا الله، لأن الاستعانة والاستغاثة نوعين، عشان ما يلعب عليك، نوعين استغاثة واستعانة فيما يقدر عليه المخلوق. يا ولد جيب لي كوز مويه من الزير البارد ده بجوز. ذو القرنين قال شنو؟ قال فأعينوني بقوة، ما في حاجة يبنوا في الجدار لأنه ده بيقدر يبنوا، موضوع انتهى. ده فيما يقدر عليه المخلوق، وكذا الاستغاثة فيما يقدر عليه المخلوق جائزة جائزة. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، جائز. كلب سعران، أربع كلاب سعرانين أو أسد داري عضيك، وفي واحد هناك شالوه فرار، يا فرار تعال تعال تعال، وحي وسامع وقادر. العثيمين قال بثلاثة شروط، إنه يكون حي وحاضر يعني سامعك ما يكون غايب. قال لو حي وغايب ما سامعك ويستطيع يغيثك أو يعينك وناديت وانت عارف ما سامعك، قال ده شرك بالله أكبر. فلا بد يكون حي حاضر سامعك وقادر يغيثك أو يعينك، ده كله ما عندنا فيه مشكلة ولا عندنا فيه خلاف بيننا وبين الصوفية. خلافنا وين؟ في الاستغاثة والاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله. شكد عمك ذات الدجال تاع البخرات قال شنو المرة اللي فاتت لما نتكلم عن الاستغاثة والاستعانة؟ قصد بها فيما لا يقدر عليه إلا الله، وجوز قال يجوز تدعو الشيوخ، قال زي الزول اسمع، قال زي الزول اللي بيطب القبة وبقول يا شيخ فلان تديني الجنع وتنزل لي المطر، قال ويكون بقلبه قاصد الله. دي كيف تقول يا شيخ العلفون نزلوا لي مطر معناته قاصد الله؟ ده الكلام ده يلزم منه معناته هم معتقدين انه الشيوخ ديل الله، ودي عقيدة الحلول والاتحاد ووحدة الوجود اللي بيعتقد عمك ده عباد القبور وشيوخ الطرق الصوفية كله. وأكبر دليل على انهم بيعتقدوا عقيدة الحلول ما قاله صاحب الفيوضات الربانية، اهو ده الكتاب، اهو ده الكتاب من الدار السودانية للكتب الجناح الغربي الطابق الأول أو الأرضي بجاي ده الكتاب. قال أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري، أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي، أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة، أنا الله أنا الله. زي ما قال برضو شيخ البرهانية، قال شنو شيخ البرهانية؟ قال أنا قال أجود على أمي لترحم طفلها، فرحمة من في الكون من بعض رحمتي، وفي نسخة فرحمة رب الكون من بعض رحمتي. أنا الحق في الدنيا، أنا الحق في اللقاء، إذا الأرض مدت والسماوات حقتي. ليه كفروا بالله واعتقدوا إنهم آلهة وإنهم الله ذاته؟ ليه؟ لأنه عندهم عقيدة الحلول هؤلاء القبوريون. دليل ثاني على انه عندهم عقيده الحلول، دليل ثاني قولهم، قالوا انه الله في كل مكان. بالمناسبه الفقهاء قالوا ده دليل واضح على انهم بيقولوا بعقيده الحلول، يعني الله حالي في كل مكان، جوا السماعه دي الله، جوا المايك الله، جوا الحمام ده كلام الصوفيه ما كلامنا، جوا الحمام الله، جوا الدكان الله، جوا الركشه الله، جوا الليستيك الله، قال في كل مكان. الركشه مكان ولا ما مكان؟ مكان. قالوا جوا جوا. العمارة مكان ولا ما مكان؟ قالوا الله جوا. نحن قلنا الله فوق سبع سماوات، قالوا وهابية كذبتوا، لكن وهو قالوا شنو عباد القبور؟ قالوا لا في كل مكان، في كل مكان. ومن قال إن الله في كل مكان أثبت لله مكان، بل أثبت لله كل مكان مش مكان واحد، أفهموا الحتة دي. ومن هنا جاءت عقيدة الحلول والاتحاد ووحدة الوجود، إنه الإنسان الله والكلب الله وشيخ الطريقة الله والخنزير الله والقسيس الله. عشان كده قال الكافر الكبير محي الدين ابن عربي لعنه الله إلى يوم الدين، هلك مات. قال وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في الكنيسة. ده شيخ الجماعة دي، شيخ الجماعة ديل
والحلاج برضو عنده نفس عقيدة الحلول دي. عشان كده عمك شيخ الزريبة شيخ الزريبة قال سفكوا دماء الأبرياء ظلما كما سفك الذين خلوا دم الحلاج. أما التوسل الجائز ثلاثة أنواع الله ذكر في الكتاب والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في السنة، عشان ما يغش الدجال زي ذا بعد ما يغش الناس توسل ما توسل عمر صالح. الأسبوع الفات قال لهم يا جماعة ادفعوا لي 100 جنيه دعما للحلقة، ده استهبال ولا ما استهبال؟ استهبال ولا ما استهبال؟ قال ما خير مما تاكلوه، أخير تاكله مما تديها له. دجال، كاهن عراف، ساحر مستبن، داعية شرك وكفر وإلحاد وعقيدة وحدة وجود. والله الصعود حرام، الصعود حرام، لكن إذا سفيت بها صعود مع إنه حرام ولا ندعوك إليه أبدا وإطلاقا أهون عند الله من تديها لساحر أو كاهن، أهون أهون عند الله سبحانه وتعالى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري إن الله حرم ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. دي المئة جنيه الشحاد الزول ده اسمه حلوان الكاهن، ده ما كاهن، حلوان الكاهن. والعلماء قالوا الرسول سماه حلوان من الحلاوة لأنه بيأكله بدون عرق. ده شغال حداد؟ لا. مهندس؟ لا. طبيب؟ لا. نجار؟ لا. بنا؟ لا. ميكانيكي؟ لا. كاهن، كاهن زي بلا الغايب ذاك الدجال ذاك، هو عارف والبشير حيقعد 45 سنة، ونحن ما عندنا مشكلة مع البشير رئيسنا ونسأل الله ينصره ويوفقه، لكن احنا عندنا مشكلة مع الدجال ده، الدجال الصوفي ده اللي بيتنبأ بالغيب كذب وبهتان. ربنا عز وجل قال للرسول انت ما بتعلم الغيب، وقال لك كلم الناس بالكلام ده، قل لهم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. الرسول ما يعلم الغيب، يجي واحد ترنقع عاطل دلقان يعلم الغيب، زول سجمان ورمتان في سوق ستة يقول يعلم الغيب. إذا كنت بتعلم الغيب هل علمت إنه بنجي جنبك هنا نكتم نفسك مرتين في الأسبوع حبتين في الأسبوع؟ هل علمت ذلك يا كذاب يا مستهبل؟ طيب السؤال البعديو، شيل الورقة دي يا أخي. طيب السؤال البعديو قال يقول ما حكم السؤال البعديو قال حديث فإن كل بدعة ضلالة، ودي من الشبهات الفكوة. قال هذا الحديث عام مخصوص، عام مخصوص بدليل تدمر قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها. قال مع إنه دمرت كل شيء إلا المؤمنين ما دمرتهم. أيوة الآية دي حجة عليك يا شيخ الطريقة، دليل حقنا ما دليل حقك، وحجة عليك في حلقومك ما دليل حقك انت. كيف تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم يا توم المجرمين. يبقى تدمر كل شيء المجرمين بس، تدمر كل شيء المجرمين بس، وهكذا قال ابن كثير في التفسير. تدمر كل شيء قال أي مما أمره الله، أمرها الله عز وجل أن تدمره، وختم الآية بقوله كذلك نجزي كل الناس مؤمنين ومجرمين وكفار المجرمين. فكل شيء الله قصد به المجرمين بس، عشان كده المؤمنين شنو ما دمرتهم. فكل قصدت كل المجرمين، فكل على بابها وتعمل عملها، إن كل أقوى ألفاظ العموم. فهمت يا بليد يا شيخ الطريقة ولا اديك شلوت في حلقومك؟ طيب ده واحد. بعدك ربنا سبحانه وتعالى قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، ده برضو ما فيه دليل لك، ده دليلنا نحن، لأنه ربنا قصد كل شيء أشخاص المجرمين، عشان كده قال كذلك شنو نجزي البيوت بتاعت المجرمين، ولا قال القوم
المجرمين، كل المجرمين دمروا، انتهى. عشان كده الحديث فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كل دي أنا بكلكلك بها يا صوفي، كل. ليه؟ لأنه كل، لأنه كل، عرفت كل أنت؟ كل. وبعدين كل دي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقولها في أي خطبة، أي خطبة بيخطبها، عرفتها؟ كان بيقولها كما في صحيح مسلم من رواية جابر. صحيح مسلم لونه شنو يا شيخ الطريقة؟ ما لونه؟ تعرفه؟ ما رائحته؟ تعرفوا فيه كم حديث؟ أتحداك والله، أتحداك وأتبرع لك بجوزين سفنجة لو جاوبت على السؤال ده يا صوفي يا بليد. واحد، اثنان في حديث جابر وصحيح مسلم، اثنان في سنن الدارمي من رواية ابن مسعود. ابن مسعود رضي الله عنه قال الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلمنا خطبة الحاجة فيها، فإن كل ذي محدثة بدعة ذاته وكل بدعة ضلالة. قال كان بيلقن لا زي ما يلقن القرآن، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، الله صمد، الله صمد، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، يلقن لهم تلقين. أما فإن كل محدثة بدعة، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وكل ضلالة في النار. فقد روى الدارمي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كما يعلمنا السورة من القرآن، إذا بدأ أحدنا كلامه في الدين أن يبدأه بقوله إن الحمد، بقوله الحمد لله. رواية مسلم إن الحمد، ورواية الدارمي الحمد لله، نحمده ونستعينه. أما لفظة ونستهديه العلمونا الحزبيين والدكاترة ضعيفة، ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا إلى، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كل يعني كل، ده الرد رغم اثنين. الرد رغم ثلاثة، خلي حديث كل بدعة ضلالة خليه، قول عام مخصوص. مخصوص انت قاله دقيق، صوفيا قاعدين يكشروا لما ده عام مخصوص. طيب قول ده عام مخصوص. روى الإمام البخاري والإمام مسلم من رواية عائشة أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا، يعني أمر ديننا، مش الدنيا مراوح وطيارات دي أعمل على كيفك حلال، لكن قال من أحدث في أمرنا في الدين، في الدين ما ليس منه فهو شنو؟ فهو رد. رد يعني باطل، مردود، غير مقبول. النوبة باطلة مردودة غير مقبولة. المديح بتاع الصوفية شرك وبدعة وباطل وغير مقبول. أما مديح حسان بن ثابت ومديح المسلمين المدحو زي حسان بن ثابت من غير شرك، من غير غلو، من غير إطراع، من غير نوبة، من غير دربكة، من غير مندلين، من غير أكورديون، من غير سكسيفون، من غير كمانجا، بيجوز، بيجوز. قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. ربنا مدحه، حسان بن ثابت مدحه، ما في مشكلة، عرفت؟ المولد بدعة لأنه ما عندك عليه دليل، ما في. تقول لي الرسول صام اثنين وخميس، صوم، صوم، تاكل السم، صوم، صوم اثنين وخميس وتاني اثنين وخميس والأسبوع الثالث اثنين وخميس واثنين وخميس لما تموت. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حصل يوم أنكرنا علي زول قلنا له صايم الاثنين وخميس بدعة؟ حصل؟ إذا ده ما أنكرناه. فلا يمكن يا أخي، أنت جايب لك نسوان عواليك ودراويش ضاربين دخل وشاربين شوربة حمام وما طلعوا في الشارع برا إلا يوم المولد مرة في السنة، تلصقوا مع النساوين ديل، تقول لي حبهم في المصطفى؟ يا سعلوق يا كذاب يا شيخ الطريقة، وتجي تقول لي الرسول صام اثنين وخميس ده صيام؟ ده صيام؟ ترقص مع النسوان ده صيام؟ بدعة، والله ما تلقى لها دليل يوم القيامة، بدعة. الدعاء جماعي بعد الصلاة بدعة، لأن ابن عباس صحيح البخاري قال أقبلت إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام قد ناهزت الاحتلام راكب على أتان لي، الأتان أنثى الحمار. قال فنزلت فأرسلت الأتان ترتع بين الصفوف، فدخلت في الصف وسلم النبي عليه الصلاة والسلام
وكنت أعرف انقضاء صلاته بتكبيرهم اللي هو استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام إلى آخره. الذكر بعد الصلاة ده، ابن عباس قال كنت أعرف أن الصلاة انتهت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم بعلوا صوت بيو. ابن حجر قال في هذا دليل على أنه لم يكن شيء من الذكر أو الدعاء يقولونه بعد الصلاة الرسول وأصحابه إلا أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره. يبقى ما كان في فاتحة بعد الصلاة، ما في ما في، قال ما بسمع إلا ده، ما في ما في. عشان ما تكذب يا صوفي تقول كله عام مخصوص، مخصوص ده دقيق، عام مخصوص، عشان كده المولد كله برا كله بدعة. ده سؤال رقم 3. السؤال اللي بعديه قال قال هل عمر بن الخطاب يعلم الغيب كما يدعي الصوفية؟ قالوا قال قالوا عمر يعلم الغيب، والدليل هو لما قال يا سارية الجبل الجبل، أرجو الرد على هذه الشبهة، ودي آخر شبهة نختم بها نسبة لضيق الزمن. طيب أول نقطة يا جماعة، عمر بن الخطاب كما جاء في صحيح البخاري من رواية أبي هريرة، وجاء في سنن الترمذي من رواية عائشة وحسنه هناك الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد كان يكون في من كان قبلكم محدثون، فإيكم في أمتي فعمر بن الخطاب. انتهى الحديث. المحدث قالوا هو الملهم، المحدث قالوا هو الذي تنطق الملائكة على لسانه، المحدث والملهم قالوا هو الذي يقول الحق من غير قصده، يوافق الحق من غير قصده. عشان كده قال عمر في البخاري وافقت ربي في ثلاث، وفي لفظ هناك وافقني ربي في ثلاث في الحجاب، فقلت يا رسول الله لو أمرت نساءك بالحجاب فإنه يكلمهن البر والفاجر، قال فنزلت آية الحجاب، فنزلت آية الحجاب. قال ولما طلبنا منه زيادة النفقة ذهبت إليهن وقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، قال فنزلت الآية. وفي الثالثة قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طيب السؤال، عمر لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو حجبت نساءك، هل النبي صلى الله عليه وسلم طبق مباشرة؟ ما طبق حتى نزلت الآية. لما قال لو اتخذ نزلت الآية، لذلك قال ابن حجر حتى الملهم المحدث يعرض إلهامه وتحديثه على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.